بسم الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رؤية الملوك والتيجان في اليقظة وفي المنام، والشعور بالهيبة وقوة الفراسة، والجسد تلاحقه الأعين تقديراً وحباً، كيفما كان حاله وشكله تلاحقه الأعين. ملوك، تيجان، هيبة، إعجاب، هذا حال معلوم. إحساس أن الجسد قادم على الذهاب عبر الزمن لكل مكان، يقطع المسافات والمفازات والفيافي والمحيطات ليصل إلى أي مكان أراده، يرى نفسه داخله، واقع في العقل وفي المخيلة والقلب والصدر والنفس. رؤية أشياء عظيمة، أن من في البدن لا أقول قوي بل أقوياء، فالملوك ترى والتيجان كذلك ترى، وفوق الملوك والتيجان كبير بسحره وعشقه وقوته، يتحدى الكل والجميع، ليس تلفظا ولا معاينة، وإنما داخل البدن تسترا. فالشعر وإن لم يكن في حال طيب الكل يراه ويعجب به، والملابس كذلك، لكن النفس والعقل إحساس بالجنون يراود البدن ولا يفارقه، كأنها ستجن، سيفارقها العقل، عليه خمار وغطاء، من يستره أو من يتستر داخله؟ أم ملك بتاجه أو فوق الملك، من هو أقوى من التاج؟ نعيش بإذن الله جل وعلا لنكتشف ولنعيش ونفهم ونعي من يسير البدن، من يقوده، من يصاحبه. فإن البداية تحيلنا على عشق قوي قديم، تحيلنا على عشق، على غرام، أخذ الجسد إلى عالم الميتافيزيقي، أخذ العقل إلى عالم وراء الحجب وراء الستار، جعله يعيش بين بين في عالم الإنس والجان، كبير تملك بزواج، بحب، بإعجاب، بعشق. فهل يا ترى متزوج أم لا؟ اسمع واعلم، إن لله ملائكة سياحين طوافين يلتمسون حلق الذاكرين والذاكرات، أسأل الله يطهر الأنفاس وأن تطيب، يقول لا لن أرجو هذا،
تطيب بذكر الله جل وعلا أنفاس. أسأل الله تعالى أن يطيبها وأن يزينها وأن يجملها. الأنفاس من الله جل وعلا، طابت أنفاسنا. واعلم صدقا أن الذكر به تطيب النفوس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال لي ماشي سوقي ليس شأني. وش نصبك؟ الكفر والشرك. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره. أشركت بالله وجعلت له ندا وهو خلقك. أنت أصلا مشرك وعليها أن تكون على دينك مشركة. فالمرء على دين خليله. صح. صاحبتها مشركا فأردت أن تكون مشركا. صح. كم سنة وأنت معها؟ كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة؟ ومن تكون؟ من تكون؟ أنا دبلجيت وممشي، نمشي أنا. طيب، دخلنا في شبكة، في متى؟ دخلنا في حرب إبليسية داخل البدن، لها أسرار حتى لا تمسك بخيط العلاج. تلاعب تدافع في عالم خفي داخل بدن واحد. الجن لها تقديم وتأخير، كر وفر، كر وفر، لأنها حرب والحرب خدعة. صح؟ صح. وهذا ما نعلمه بفضل الله جل وعلا. والسلاح بضاربه كر وفر. فنبدأ بقول لين طيب حسن. ومن أبى فسيعلم. حبست أنفاسها. صح لا؟ العائن والعائنة والحاسد والحاسدة الملك والملكة. ماذا تريدون؟ أن تكون هي الملكة. كيف يعني؟ في عالمكم أم في عالمنا؟ أن تصبح ملكة الملوك في عالمكم أنتم، أي تعطونها التاج والملك وعلو الرتبة. والمقابل ماذا؟ أن تبقى معكم في عالمكم. ماذا تستفيدون منها؟ هي الطاقة. هي الطاقة الزهرية التامة. قلت سنسير سيرا للوصول إلى مفتاح. وتستطيع أن تكذب، لا يضرنا هذا. فعندنا ميزان نجلي به الصدق من الكذب بإذن الله بكلام الرحمن. خذ راحتك، تكلم كيف شئت، لكن إن صدقت كان أنفع، إن كذبت كان الوقع أوقع. وكانت البأس والشدة عليك عظيمة. إني أخشى عليك ما أخشى، ما تخشى على نفسك. تخشى نفسك هذا كما نخشى عليك الهلا. تخشى نفسك هذا ما نخشاك على، بأن جئنا للرحمة لا بالعذاب. الزهرية التامة تكون طاقتها قوية،
يعيش بها الملك ملكا عظيما، يرى أنها تطيل عمره وتقوي جناحه وركضه وغوصه وتكثر حسنه وشهوته وجاهه وتاجه وصول جانه، يظن هذا. فيتملك إبليس من الأذار اسمع الملوك بالرتب، ونرجع إلى السر الموروث الأول. نرجع ماذا؟ إلى السر الموروث الأول. فنخرج من تيه التعقيد الإبليسي داخل البدن والتدافع في النطق والكلام، لنصل إلى حقيقة نقبض حتى نصل مع الكبار لا مع تدافع الصغار، بتوفيق المولى جل وعلا. فنتقن نطق الآن والقلب، نتملكها على زهريتها. صح، زهريتها أين تجلى؟ وهذه الكلمة تكرر بلفظتها الشاملة في عالم الجن والشياطين التي تتواتر على ألسنتهم وعلى جوارحهم، ونعلم منها ما نعلم ما جلاه لنا واقع رقيته والنطق بالاعترافات بفضل المولى جل وعلا. فأصبح من المعاينة والمشاهدة لا من الغيبيات أن للجن حضور وعشق وهوى ونفوس، وكذلك ترى أن معظمها يسير في الموروث والسلالة والأبارسة بالسحر القوي الخفي الذي يرجع إلى الأصل الأول على الأسلاف والأجداد والآباء والأمهات، فتوارثت نسلا وجيلا حتى ظنت أن لن يغلبها أحد ولا يقدر عليها أحد، فتلاعبت بالأهواء والنطاق والنفوس والحمل والنفاس، ثم جاءت على الصغار والكبار والمحط والحيض حتى عند الولادة والمخاض، فجعلت لها أعلاما، جعلت لها سهاما على كل رأس وعلى كل مولود وعلى كل عتب تنقل إليها ولد أو مولود كان ذكر أنثى لا تعرف إلا الحرب والنكال، لا تعرف إلا الطعن والسهام. لكن الله جل ما جل، فنسأل الله التوفيق والسداد. تفهم وعلم والزم. إذا قلت بفضل الله جل وعلا أن السر يصل إلى الزهرية، زهريتها أين تجلى؟ الأسم في اليدين. أين تجلى الزهرية؟ في اليدين. عشق وحب على الزهرية في الكفين. لا، أين تكمن إيمان؟ في كل شيء. سمي لي، أنا أسمع، سمي لي. في الصدر، ثم في الشعر، ثم طيب سنبين في الروح، ثم يعني ترى أن زهريتها تامة في كل شيء. كم سنوات فيها؟ لا يستطيع أحد. قال نحن لا نستطيع أن نؤذيها ونختش شيء منها، نحن فقط نساعد. كيف؟ أنتم ترى وجهة نظركم لكم، يعني فكر ما كان ما شئت، يعني والأفكار تناقش. قلت أنك ترى، أنتم ترون في عالمكم أن هذه النطفة، هذه الإنسية، هذه لا يمكن أن تكون في عالمنا، ما خلقت تكون مثلنا عادية، إنما لا بد أن تكون تاجا وأن تكون ملكة في عالم الجن والشياطين. على أي شيء بنيتم هذا؟ على زهريتها، وأنتم تساعدونها كما تزعمون الآن، فقط تقدمونها المساعدة. لا، ما تساعدوهاش. آه. إحنا
كنأديوها كنت تعطيهم ونبكيوها وكل شيء باش تشرك بالله وتبعد عن طريق الله وتقول الله راه ما كيحانيش عليها. تؤذونها كثيرا حتى تظن ان ربها لا يساعدها ولا يستجيب لها، تريد ان تشرك بالله جل وعلا، يصبح عند الشك في الله، في قدرة الله، اي سوء الظن بالله. نعم، ولكن ما تقدروش نجرحوها في الجسد ديالها ولا يعني يشككونها في الله جل وعلا ان تخرج من دين الله تعالى، لكن لا يؤمنها في البدن، لان البدن له تاجه، التاج العادي والتاج الروحي الاخر الذي يعظمونه، وكذلك هناك تاج الذي يوضع في عالم الانس وعالم الجن والشياطين، ثم هناك تاج على كل جارحه تراه الجن والشياطين، هي تراها بجنس الضره، وتاج لهم، فلا تؤذى بدنها حتى لا تؤذى تيجانها وهالتها وطاقتها وروحها لا تؤذى، ولكن العقل يؤذى بالوسواس لأنه لا يرى مؤثيا، بل يصبح لصالحه بلا شك هو في الله، بل حتى وإن كفرت بالله جل وعلا، وهذا يخدم مصالحهم لأنهم شياطين كفرة بالله جل وعلا. نعم، هذا هو الهدف. يعني إبليس يساعدها، ما تعرف بجدين إبليس يدير لها داكشي اللي بغات. يعني ترى أن إبليس انكفر بها سيقدمها إلى العون والمساعدة، أما ربها تخلى عنها وما ساعدها وما استجاب دعاءها وتضرعها وبكاءها، تخلى عنها ما استجبش لها دعواتها، وكل شيء تضيع وقتها، أصلا جات عندك راه تضيع وقتها، لا عندك أصلا كيف؟ طيب، هذا هو الحاصل، قالها ربك ما استجاب، فكيف سوف يساعدك نعيم؟ إذا كان رب نعيم تخلى عنك فكيف سيساعدك نعيم؟ فنصبر ساعات وصويعات ثم نرجع، وأنت معنا في قبضتنا، الروح روحنا والنفس نفسنا والقلب قلبنا والزهرية زهريتنا والهالة هالتنا والطاقة طاقتنا، فأنت معنا حتى الموت، فما عليك إلا أن تستسلمي بالشرك والكفر ونقدم لك ما أردت من جاه ومن إعجاب وجمال ومال. صح صح صح. اسألي. هذه من الإنسية، قالت أعيت، هذه الإنسية قالتها، إنها تشعر أنها فعلا تعبت. الحالة المعقدة المركبة هكذا، خاصة أنها تكون في وعيها وتسمع ما يجور وما تنطق به شفتها وتنطق به لسانها، يصبح الأمر غريبا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إلى سواء السبيل إلى الصراط المستقيم. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، في السماء إله وفي الأرض إله، سبحانك ما أجلك وما أعظمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فقد ضل سواء السبيل.
تبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل 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 الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بذنوبهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فالتوحيد جوش قل لا إله إلا الله محمد رسول الله كبيرها صوت عالي أيها لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم لا إله إلا الله أيها كلم صوت عالي لا إله إلا الله محمد رسول الله وتأمل في معناها هي لا إله أصعب أيوة كبيرة هي صعب صاحب الوسواس وسواس وسواس القوي بالوسواس يلا لا إله إلا محمد رسول الله لا إله إلا الله الشيطان المشرك الكافر صاحب الوسواس في العقل هي صعب كذلك ما توقفيش وخلنا تكلم ما توقفيش لا إله بسرعة محمد رسول الله الرأس خبيث ماذا تريد منها جنون فسق فجور شرك كفر شعوذة هيا فواحش آثام لا إله إلا الله هيا لا إله إلا الله هيا قوة تأمل في معناها جيدا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله ثم آتينا موسى الكتاب كتاب تماما على كل شيء هاي قوة يلا صبر صبر المجرم صبر صبر الخبيث صبر هاي يلا صبر الخبيث صبر الخبيث خلطت عقلها بالأفكار الشيطانية الوسواس الإبليسية الوسواس الإبليسية هاي لا إله إلا الله محمد رسول الله
بقوة، كوني أقوى منه. هي هي أنت أقوى منه لأنه يخالط الفكرة والعقل. على الزهرية العقل، الزهرية العقل، الزهرية العقل. أي قوة قوة قوة. أنت أقوى منه. هي هذا يريدك الجنون، هذا يريدك الجنون. يا مصداقة العقل، نور العقل، نعمة العلم والعقل، الفهم والعقل، والذكاء والعقل. يعني الوساوس. محمد رسول الله. أيه. لا إله. اللي يسمع يقول كذا كتخرب. محمد رسول الله. شو اللي بغيه؟ لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا. كثير منهم كلهم ما كتخربوا. محمد. ولو عندهم هدايا من نسيان. لا إله إلا الله. أي الخبيث. أي الخبيث. خش في الخبيث. كملي انت، كملي انت اقوى منه. هي انت اقوى منه. خليك هاي طيب تستوي. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. بقوه، قوه الايمان. لان لقيت ان اللي بقيه بعيات انك انت داخل، اذا خليك الطاقه ديالها هي اللي حاضره، نحضره بها حضور كل هو يتعذب يتزاد ايمانا، وبالتالي ضربنا شي بشي يندم على شو خلى عقله. وهذا انا عقله نعذبه بها، فهمتي؟ حضورها ينفعنا باذن الله. هاي هاي قوه. شكرا بطلافك. قوه 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 بقوة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت أقوى منه. أنت أنا كنقول ماشي هو. أنت قولي بقوة. هو عذبيه أنت. أنت عذبك عذبك. تذكر الأيام والليالي. لا إله إلا الله محمد. هاي هي أقوى منك. رأيت؟ أرأيت؟ هي أقوى منك إيمانا وإصرارا وعزيمة وفهما بفضل الله. كرري تعبيش ذكر الايام اللي عذبك فيها. هي خبيث ضعيف. وقف اين استطعت. اوقف اين استطعت. يا وقف الان. وقفها. اوقف اين استطعت. ما استطعت ان توقفها. يا اقوى منك. هي اقوى منك. هي اقوى منك. يا اقوى منك. على هيا لا لا كملي كملي. ما نلتفوش ما نسمعوش لي دابا حنا باقي الوقت. تيطيب مزيان. هيا كملي هكذا ماشي شد معنا الطريق مزيان. محمد رسول الله. هيا هيا انت اقوى منه. هيا وتأمني عظمة الله سبحانه وتعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم وخير النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص استشعرها تفوز تغرم. وربي محمد رسول الله. هيا أين إبليسك وربك؟ أين ساحرك وعشقك؟ أين هالتك وطاقتك؟ أين اختبأت زهريتك؟ هيا محمد رسول الله. عذبتها أمرتها وسوست للجنود للشك في الله وفي ذات الله وفي عظمة الله. صح ام لا؟ تجعلها تشك مع الملائكة ومع الله ومع النبيين ومع المرسلين. زيد زيد. لا اله الا الله. زيد ملي تحط ملي تحط التاج تكلم معنا. لا اله الا الله. واصلي واصلي. لا اله الا الله. الحب والعشق والاعجاب والعشق والتملك لكل شيء. مغرم حتى الجنون. ها؟ محمد رسول الله. لا إله إلا الله. هاي محمد رسول الله. نعم. لا إله إلا الله محمد. عندك توقفيها ما توقفيهاش. أقول لك إياك أن توقفيها ما توقفيهاش. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله ما توقفيهاش. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما توقفيش. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله
ما توقفيش. لا إله إلا الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك نبدأ معك. خلاص انت حالك يهددني شي يقول لك نعم ما تخافش منه. كر يا زيد يلا هدد 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 يا زيد. يخيفها حتى توقف يخيفها وريقة تقيم. لا خلاص كيف اجتهاد السماعة في البيت رسائل على حتى تخاف أو دي قصة تموتين خطقات القلب دي قصة تموتين خلص أنا موت توقع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء